في صديق دلوقتي بعت لي مسج من رؤوف جاسر. رؤوف جاسر ده رئيس الزمالك الاسبق، كان عضو مجلس اداره مع ولا مش فاكر، كان عضو ولا نائب مع ممدوح عباس. فعامل حاجه بيلقح فيها عليا، يعني شغل نسوان مش شغل رجاله، شغل نسوان يا رؤوف يا جاسر مش شغل رجاله. ليه؟ لان سيدك وصديقك الاستاذ محمد سيف اللي انت وصلته يكلمني، ها، قال لي انا وهو اتفقنا على حوار، وهو يقول الواقعه كامله. ايه الواقعه؟ عشان شغل النسوان اللي هو كاتبه على صفحته ده، شغل النسوان على طول، لان انا مفيش بيني وبينه حواجز، انا بكلمه مباشره وبحترمه لحد الواقعه دي. يعني انا مفيش بيني وبينه حاجه اصلا، هو عاوز يرتدي فيها، فاهم ان ايه؟ ان اللي هيختلف مع ابو المعاطي يبقى بطل. لا، اللي يختلف مع ابو المعاطي ما يبقاش راجل. ليه؟ انك بتختلف على باطل. جاي انت في اخر المشوار وعاوز تعمل فيها ذكر على ابو المعاطي، لا يا حبيبي، اعمل ذكر على حد تاني يا بابا. فشغل النسوان ده انا ما بحبوش. ايه الواقعه؟ الواقعه ان هو، وبعدين يقول لك ايه؟ والتي حكاها الاعلامي. انت ما تقول ابو المعاطي يا ابني، وانت جبان وخواف كده ليه؟ انت جبان وخواف كده ليه؟ ما تبقاش جبان وتعلم الرجوله. اتعلم الرجوله وواجه الواقعه. اقولها لحضراتكم، الواقع ان هو يوم تأبين الكابتن عاصم جاهد هو تواجد فوق، جات لي روايه وممدوع عباس واحمد كابتن احمد مصطفى كابتن محمود ابو رجيله وناس كثيره، منها الاستاذ الفاضل محمد سيف، صديق الاستاذ رؤوف جاسر واستاذي واللي انا عملت معاه ثلاث عمران. وقلت واقع ان رؤوف طرح ليه انا ما بقاش بعد مرتضى، فممدوع عباس قال له انت ما تنفعش. قال له انت ليه بتهاجمني؟ انا مش بهاجمك، انا مستوى الشخصي بحترمك وكذا كذا. اللي الواقع كلمني الاستاذ سيف وقال لي الواقع ما حصلتش بالشكل ده. قلت له طب ارجع للرواية الواقع. فرجعت الواحد واثنين، قال لي لا، الاستاذ سيف هو اللي طرح اسم رؤوف جاسر. فالاستاذ سيف لما كلمني انا بقى كلمني تاني، فانا اللي كلمته تاني، قلت له استاذ سيف الواقع كذا كذا، انت اللي طرحت الاسم. قال لي صح، يبقى انت لازم تصحح. قلت له صحح اقول ان رؤوف مش هو اللي طلب وانت اللي كذا؟ قال لي اه. قلت له طب ماشي، ولا ايه رايك نعمل حوار وتبقى احنا نتطرق لهذه الواقعه وتقول اللي انت عاوزه عن المهندس رؤوف جاسر كما تحب؟ قال لي موافق، بس امتى التوقيت؟ قلت له تختار. قال لي بعد يوم 4، بعد قبل النهائي. فالفكره ما فيش عندي مشكله مع حد، لا رؤوف جاسر ولا غيره، بس انا بزعل لما الناس ما تبقاش عندها قدره على المواجهه وتشتغل شغل النسوان. التلقيح يقول لك ايه؟ والتي حكاها يعني رغم ان احساسه بالمرأة القصه المختلقه من اولها لاخرها، مش مختلقه يا رؤوف. انتوا قعدتوا كنتوا بتتكلموا على من يخلف مرتضى، والاستاذ سيف طرح اسمك، وممدوح رد قال ما ينفعش، ممدوح عباس. اللي انا غلطت فيه ان قلت انك انت، قلت انك انت اللي طرحت اسمك، وده وفقا لروايه الناس. ممكن لان الناس كبيره في السن اللي كانت حاضره ما كانوش مركزين في الموضوع او عاوزين يدونوا الخلاصه. فالواقع ان الاستاذ سيف هو اللي طرح اسمه. قال لي مش رؤوف جاسر. وانا ما عنديش مشكله، ليه مش رؤوف جاسر يجي؟ رؤوف جاسر يجي غيره، ده مش مشكله بالنسبه لي. لا انا ضدك ولا انا مع غيرك. لكن شغل النسوان ده ما بحبوش يا رؤوف. عاوز تبقى راجل كده وتواجه، اهلا وسهلا. الاعلامي اياه واللي مش اعلامي اياه. لواجب حفل تأبين زميل له تاريخ وتلاه جلسه ضمت اصدقاء من الزمالك في مكتب رئيس الاتحاد، اتفق مع بعضهم واختلف مع البعض الاخر، ونالني ما نالني من اشاعه مغرضه وهجوم بروايه كاذبه، لم يعتذر روايه عنها حتى الان رغم تاكده من كذبها ورغم رفعه لشعارات القدوه بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك رغم اني لم افتح فمي في هذا الموضوع تحديدا. انت هنا جبان يا رؤوف، انت هنا جبان. جبان ليه؟ طب قول انت الواقع، قول ان الاستاذ سيف هو اللي طرح اسمه. وانا بقول لك يا سيدي مش انت اللي طرحت اسمك، ولان انا الاستاذ سيف عندي مصدق، الاستاذ سيف هو اللي طرح اسمك. ايه المشكله يعني؟ وممدوح رد عليك قال انك ما تنفعش وفاشل، ايه المشكله يعني؟ لكن انا حتى لما اتفقت مع الاستاذ سيف اتفقت معاه ان احنا نعمل حوار وهو يحكي الحكايه ويقول رايه فيك، وانا عارف انه صديقك وبيحترمك ويقدرك وانا بحترمك واقدرك، لكن فوجئت بيك انك انت عاوز تعمل فيها يعني ازمه، يعني تعمل فيها بطل. الموضوع اصلا مش مستاهل، الموضوع اصلا مش مستاهل. وبعدين يا سيدي انا قدوه الرسول صلى الله عليه وسلم وانت قدوتك كارل ماركس، ايه المشكله يعني؟
انا مالي ومال انت حر. ايوه انا قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انا بشر اصيب واخطئ وطمعانين في رحمة ربنا وبنقول يا رب. انت بتقول ايه بقى يا كارل ماركس؟ ايه يا عم الحاج، ما فوق لنفسك يا رؤوف، فوق لنفسك، الموضوع مش مستاهل اصلا، والله العظيم الموضوع ما مستاهل. اقول عليك عبد مشتاق ورايح جاي على الوزير انت وغيرك؟ اقول القايمة الموعدين بان هم يجوا بعد مرتضى؟ ايه يا عم بلاش كده، بلاش كده، ما بقاش مخك صغير، انت راجل كبير وطويل، ما ينفعش مخك صغير اصلا، الواحد بيكن لك احترام. كبرت الموضوع على موضوع تافه، عاوز تعمل فيها ذكر يعني تقول لك بتختلف مع ابو المعاطي؟ مش هتنال شعبيه ولا حاجه عند المتعصبين حتى. ليه؟ لان انا حريص على الزمالك اكتر منك، انت منتفع من الزمالك. ايوه منتفع، انت محدش يعرفك من يوم خرجت من نادي الزمالك ولا ليك وجود. ارتباط اسمك بالزمالك بيديك مكانه ادبيه ومكانه اجتماعيه، فانت ما تعملش ايه اللي بيقول ان انا قدوه الرسول. طب انت كلمتني، ما كنت تخليك ذكر وراجل وتكلمني واتناقش معاك زي ما انا كلمتك وبكلمك في اي وقت؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ انت مكبر الموضوع ليه؟ واخده على اعصابك ليه؟ عشان قلت ان الناس قالوا انك ما تنفعش، او ممدوح عباس قال انك ما تنفعش؟ يا عم ما ينفعش الكلام ده، وبعدين انتوا كله جاي في الاخر عاوز يحصد الغنائم، احصدوا يا عم الغنائم. احنا لو عاوزين حاجه من الزمالك وهنا في الزمالك، واللي يمسك الزمالك يمسكه، مش فارق معايا انا، اللي فارق معايا حد تطول عليا بعد كده، اي حد يجي يمسك الزمالك هنسنده وندعمه. ما عندناش مشكله مع حد، لا عندنا مشكله مع الزمالك ولا جمهور الزمالك ولا اي اداره للزمالك. واللي بيدينا حاجه ايه يطلع يقول على الهوا؟ احنا خسرنا من خلافنا مع رئيس نادي الزمالك حفاظا على نادي الزمالك. انت كنت بتنام تحت السرير خايف ومرعوب انه يجيب اسمك، واحنا بنهان وبنسب وبنشتم، وفي الاخر تقول اللي قدوته رسول الله. طبعا قدوتي غصب عنك، غصب عنك. ما تخليك راجل يا ابني انت، وتخليك دغري كده. امال عاوز تبقى رئيس نادي الزمالك ازاي؟ وبتبوس ايد اشرف ازاي انت وغيرك؟ مش انتوا اللي اخترعتوا فكره التوقيت؟ انت واشرف ومجموعه تانية مش عاوز اقول اسامي، لان فيها ناس بحترمها وبقدرها، وانت من الناس اللي انا كنت بحترمها. لكن اللي كنت طب ايه يعني المشكله؟ صديق عمرك هو قدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قدوتك مين بقى؟ كارل ماركس ولا لينين؟ بلاش بقى وجع قلب، ودماغنا وجعانه، دماغنا وجعانه ومش ناقصاك اصلا. تيجي رئيس النادي الزمالك، تيجي نائب رئيس نادي الزمالك، ما تجيش خالص، عنك ما جيت، دي شغلتك، ده موضوعك يخصك. عاوز بقى تيجي عن طريق اشرف صبحي يجيبك، مش موضوع يا رؤوف والله. وما عنديش مشكله انك تيجي، عندك مشكله في الروايه؟ ممدوح عباس قال عليك فاشل، قال عليك ما تنفعش، وما زال بيقول، وبيقول هو اللي وقع المجلس اللي انت كنت فيه. اقول لك ايه تاني؟ الفكره عندك انك انت اللي طرحت نفسك ولا الاستاذ سيف اللي قال اسم؟ لا الاستاذ سيف اللي قال اسمك يا سيدي، دي الغلطه اللي عندي، بعتذر عن الغلطه دي يا سيدي. لكن الناس اللي حكوا لي رموز عظيمه وناس كبيره ومحترمه وزملكاويه محترمين، طب وانتوا رايكم ايه؟ قالوا والله في ناس كتير. طب وانت رايك ايه يا استاذ ابو المعاطي؟ قلت له رايي انا؟ قال لي اه. قلت له تجيبوا ناس مش موجوده في الصوره اصلا، ما مسكوش نادي الزمالك قبل كده، والزمالك غني بالشخصيات العظيمه والمحترمه. قالوا لي زي مين؟ قلت لهم زي مين ايه؟ ما عندكم الوزير خالد عبد العزيز، عندكم طارق عام، عندكم طارق قبيل، عندكم اللي هو سيد مشعل، قالوا لي ده كبر في السن. قلت لهم عندكم ناس كتيره جدا، ناس كتيره جدا، ناس كتيره جدا. الزمالك ده ده في 100,000 عضويه، وانت مغمض في 1,000 شخصيات عامه ونجوم في الحياه العامه، وانت مغمض من 100,000 ده بس على الاقل في 1000 1% شخصيات عامه وناجحه وليها مكانتها. لكن رؤوف مكبر الموضوع قوي قوي يا رؤوف، زعلتني منك يا رؤوف والله، زعلتني منك. وانا اصلا يعني ايه، تنزل انتخابات يا رؤوف، ما تنزلش انتخابات، تتعين ما تتعينش، مش فارق معايا والله، لا انت ولا غيرك. انا اللي فارق معايا
ان نادي الزمالك ومصر تتطهر من مرتضى اللي انت تخاف تقول اسم، لكن يقول لك ايه انا بقى يقعد ينظر بس، احسن واحد ينظر في الكون، يقعد يخطط بالكلام وبس، تيجي على الارض ما حدش بيطير. يا عم صل على النبي ما تخلينيش اتفتح اصلا، يعني انا بحترمك اصلا، فانت يعني اللي قدوته، ايوه يا سيدي اللي قدوته، وعندك الاستاذ سيف اللي بلغك، اللي بلغك ماشي، انا قلت له تيجي وتقول كل حاجه واللي انت عاوز تقوله تقول، وامضح رؤوف زي ما انت عاوز يا استاذ سيف، ما عنديش مشكله خالص. عاوزنا اوضحها وضحتها يا عم، مش انت اللي طرحت اسمك في هذا الاجتماع مع رموز نادي الزمالك، وبعتذر ان انا قلت انك انت اللي طرحت اسمك، ومن طرح الاسم هو الاستاذ محمد سيف الناقد الرياضي الكبير المحترم، وله مني كل التقدير والاحترام. ماشي؟ عاوز اروح ليه واحنا بنتكلم عن نادي الزمالك اطمن جماهير نادي الزمالك على حاله المصابين.